شوف يا جمال، بص بص شايف الخطوط دي بارده ازاي؟ مش بذمتك حاجه تهوز؟ ايوه يا اشرف، لكن ولا البلكونات يا سلام. الانسياب ده بص كده شوية هتوحشيني قوي يا ماما، لكن لازم اسافر مصر، لازم اتمرن عند المهندس ده، لازم يا ماما. مصر مش بعيدة زي ما انتم متصورة، كل يوم هكتب لك او اكلمك بالتليفون. طيب يا اشرف تروح وترجع بالسلامة. عندي الشناوي وعندي سماوي عقبال ابنك. يلا يا ماما لازم الحق القطر. استاذ حمدي الشناوي موجود؟ ايوه. انا اشرف مرسي، ممكن اقابله؟ في ميعاد يا فندم؟ لا. مقابله شخصيه؟ لا، انا طالب بكليه الهندسه جامعه اسكندريه وجاي اتمرن عنده في فتره الاجازه. يبقى لازم تقابل الاستاذ سمير. استاذ سمير؟ انا جاي اتمرن عند استاذ حمدي. ما انت برضه هتتمرن عند الاستاذ حمدي اذا وافق الاستاذ سمير المدير المسؤول. اتفضل في الاوضه اللي هناك دي. متشكر قوي. لا استاذ سمير، في ايه؟ انا طالب في كلية. متاسف مفيش اماكن. بس انا جاي. مفيش 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 مفيش. حاجة تكسف. هنقعده يرسم فين؟ على كتافي؟ من طرف بنت الصاوي نادية الصاوي وابقى رد عليا. ها طيب طيب مع السلامة يا أشرف. مع السلامة. المجرم دايما يصدم الناس. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك تقول للأستاذ حمدي شخصيا ان في واحد جاي له من طرف نادي هانم الصاوي عايز يقابله. أستاذ حمدي. ايوه.
استاذ اشرف مرسي هنا عايز يقابل حضرتك. مين؟ استاذ اشرف بيقول انه من طرف نادي هاني. نادي هاني. نادي هاني من الصاوي. نادي هاني من الصاوي. تفضل يا اشرف. تفضل يا استاذ اشرف. ما انت جاي من طرف نادي هانم الصاوي؟ ايوه. وزيها؟ الله يسلمك، أنا طالب بكالوريوس هندسة جامعة اسكندرية، ويكون لي الشرف لو حضرتك قابلتني أتمرن هنا. نادية هانم هي اللي بعتتك. الحقيقة أنا كنت دايما بحلم. تشوف كويس دلوقتي؟ مين؟ طبعا، ليه؟ لكن هي شخصيا اللي بعتتك؟ في الحقيقة احنا ساكنين في اسكندرية، وماما كانت تفضل إني أمضي أجازتي هناك، لكن احنا طبعا. ماما؟ أيوه. لما قلت لماما اني ما اتقابلتش هنا قالت نقول لحضرتك شخصيا اني جاي من طرفها. انت ابن نادية هاني؟ ايوه. وازاي بابا؟ بابا توفى السنه اللي فاتت. البركه فيك. حضرتك كنت تعرفه؟ لا، بس كنت اعرف نادية هاني من زمان، كنا جيران. ممكن حضرتك تشوف نادية؟ حقيقي العالم صغير. ده مشروع مدينة سياحية. ها؟ هلا هلا هلا، برافو عليك. بس دي طالعة 6 متر ليه؟ ما تعرفش انها تتكلف كتير وما تجيبش فايدة أكبر؟ أنا كنت عايز الناس تشعر. هي فنيا غلط؟ بالعكس، أنا برضه كنت كده. يلا بينا نرتب الموضوع بتاعك. يلا. السكشن الليفيشن اللي انت عاملها دي ما اقدرش اخلصها بسرعه زي ما انت متصور، دي فيها شغل جامد قوي. يا سلام يا سيدي، اديها لاي موظف، انت مدير يا سمير. يا حمدي انا ما اقدرش اخد طلبه تانيين، هو جاني امبارح وقلت له مفيش امل. بص كويس للشاب ده وقول لي يشبه لمين. لسه بدري على القطر. اقعد، هبقى اوصلك انا بالعربية. هتوحشنا يا اشرف. انت اللي هتوحشنا يا استاذ حمدي. انا هشعر بفراغ كبير
بعد ما سافر. انا في حياتي ما قضيت 3 أشهر زي دول. حاسس انك استفدت صحيح يا اشرف. انا في ال3 شهور دول فهمت حاجات في فن العمارة كان لا يمكن. على كده ارجو انك تتكلم كويس عني مع ماما. انا كنت عاوز اسأل حضرتك دايما عن حاجة لكن ظروف العمل ما سمحتليش. ليه قبلت ان اتمرن هنا بمجرد ما عرفت اني من طرف نادي الصاوي؟ زمان لما كنت لسه طالب في الكلية كنت مشاغب شوية. في يوم حصلت الحادثة. في الوقت ده تقدر تقول من حسن حظي أو من سوء حظي كانت فايتة عربية إسعاف رايحة الواحد في حالة خطرة، وبسببي أنا تعطلت عربية الإسعاف والراجل اللي كانت رايحة له مات. تعرف الراجل ده كان مين؟ أبو نادي هاني. جدي؟ يعني لو كانت عربية الإسعاف ما تعطلتش كانت لحقته؟ كان عاش؟ على أي حال يا أستاذ حمدي مش لازم تأخذ نفسك كده قوي على اللي حصل ده، كان مجرد حادث. خليك انت ده اشرف. اشرف الحمد لله على السلامه يا اشرف. ايه ده يا اخي اشرف؟ وحشتك قوي. طب وريني. لا يا اشرف. حسبي حسبي، الاوراق دي فيها رسومات الاستاذ حمدي. ده انا اتعلمت عند الاستاذ حمدي شويه حاجات. تعرفي يا ماما ان ال3 أشهر اللي اتمرنتهم دول ب4 سنين في الكليه شفت لك عماره بتتبني من اول طوبه لحد ما سلمنا مفاتيحها لاصحابها. يا سلام، تعرفي ان استاذ حمدي بيقول ان افكاري متقدمه قوي وان هو كان زيي لما كان في سني. كفايه كلام في الموضوع ده. ها قول لي بقى، تحب تشرب القهوه هنا ولا في الفراندا؟ لا هنا، انا بحب الاوضه دي. انت عارف اني ما بدخنش. بعد اذنك اتفضل. ودي كمان هو اللي علمها لك؟ لا يا ماما بالعكس، الاستاذ حمدي علمني حاجات كان لا يمكن اتعلمها من غيره. قلنا كفايه كلام في الموضوع ده. مالك يا ماما؟ انا فاهم انك لازم تفرحي لاني استفدت من تمريني عند الاستاذ حمدي. انت من ساعة ما وصلت مفيش غير حمدي حمدي حمدي. كفاية بقى، مش عايزة اسمع اسم حمدي ده تاني، فاهم؟ انا احب اقولك انك غلطانة في تفكيري كان الاستاذ حمدي. غلطانة؟ هي وصلت انك تقولي غلطانة؟ انت ابني الوحيد اللي اتعذبت عشانه تقولي غلطانة؟ وعشان واحد مجرم زي الاستاذ حمدي بتاعك ده؟ يا ماما ازاي قلبك الطيب ده يحمل كل الكراهية دي؟ الكراهية دي ممكن تسمم حياتك. الكراهية دي ممكن تسمم حياتك؟ انا ما سمحت لكش تروح تتمرن عنده عشان ترجع انت تسمم حياتي. انا كان حقا معك لكن لقيتك هتموت عشان تتمرن عنده. لا لا، انا غلطانة انا غلطانة. اسمعي يا ماما، خليني اكلمك بصراحة. انت دايما تشوفي نفسك صاحبة حق وما بتحاوليش تفهمي اللي قدامك. اخرس، ازاي تقول كده يا ولد؟ يا ماما بس افهميني، ما تواجهي الحقيقة. أستاذ حمدي ما تسببش في موت جدي. اللي حصل ده كان مجرد صدفة. هو حكالي. صدفة؟ اندفاعه الجنوني وهو سايق الموتوسيكل كان صدفة؟
تعطيل عربية الإسعاف وموت أبويا كان صدفة؟ شقايا وتعبي وعذابي بعد موت أبويا كان صدفة؟ كل اللي شفته في حياتي وحدتي والظلام اللي عشت فيه كل ده كان صدفة؟ لكن يا ماما بس الواقع إيه؟ الواقع إنه كان شاب مجنون أناني متحور، عدم وجوده في الدنيا كان أحسن، كان ريح الناس منه ومن أمثاله. لازم تنسي اللي فات يا ماما، وما كنتيش قادرة تنسي فعلى الأقل سامحي، مش أنت اللي تسيب الكراهية والحقد يعملوا فيك كده. حقد؟ أنت تعرف إيه عن الحقد والكراهية والنسيان والتسامح؟ بص شايف دي؟ كنت دايما تسألني عنها وأنت صغير، كنت بحتار أقول لك إيه؟ ده الجرح اللي سابهولي حمدي، وتسبب في حرماني من نظري وحرماني من إني أشوف أبوك، الراجل الوحيد اللي حبيته. ما شفتيش أبويا؟ إزاي بقى؟ إيديه الحنونة هي اللي كنت بحس بيها، إنما هو ما شفتوش. كنت كل ما قابل واحد أقول يمكن يكون هو، يمكن يكون هو، لازم يكون هو. ماما ماما قمتي ليه؟ خليك أشرف، أنا جيت أقول لك كلمتين. أنت بقيت راجل دلوقت وجه الوقت اللي لازم أكلمك. ماما ماما، أبويا مش مات السنة اللي فاتت؟ اسمع يا أشرف، المرحوم الدكتور صبري اتبناك، هو مش أبوك. اقرأ أشرف. ولدي أشرف، أرجو ألا تضطرك الحياة إلى قراءة هذا الخطاب، ولكن إذا حدث في يوم أن اكتشفت الدم الذي يجري في عروقك ليس هو دمي، وأنني لم أكن أباك وإنما تبنيتك، إذا جاء هذا اليوم فأرجو أن تواجهه بشجاعة، بالشجاعة التي يجب أن تكون قد ورثتها عن أمك النبيلة. وأرجو ألا تلعني أو تسخط علي، ولكن تذكر أن ظروفاً أقوى من إرادتنا نحن البشر الضعفاء هي التي وضعتنا في هذه المشكلة. أتراني أخطأت في حقك، ولكن أنا الذي طلبت من والدتك أن تخفي عنك أنني لست والدك الحقيقي، لأنني أردت أن يكون لك علي حقوق، فلا تخجل من أن تطالبني بكل حقوق الإبن، وأردت أن أشعر بالأبوة الحقيقية التي حرمت أنا منها. أوصيك بأمك يا أشرف، ارعاها كما رعتك، وحافظ عليها كما حافظت عليك. مرة أخرى اغفر لي، لمربيك الذي أحبك أكثر من أي والد أحب ابنه، صبري أبو نجا. معلش يا أشرف، معلش، واجه الموقف بشجاعة زي وصية المرحوم. أبويا قولي لي مين أبويا يا ماما؟ مين أبويا؟ كنت عامية يوم ما اتجوزت أبوك، كل اللي عرفته عنه هو اسمه حماد السيد. هو فين دلوقتي؟ مش عارفة، اليوم اللي عملت فيه عملية عناية اختفى عني، دورت عليه في كل مكان ولغاية النهارده
مش عارفة هو فين. ليه عمل كده؟ مش عارفة مش عارفة. جايز كان هربان من العدالة؟ جايز يعني الدم اللي في عروقي يكون من سلالة مجرم؟ لا يا أشرف، صاحب الإيدين الحنونة دي والصوت الهادي ده مش ممكن يكون مجرم. أبوك؟ ما تعرفش هو مين؟ أنتوا كنتوا جيران. مين الراجل ده؟ قول لي يا أستاذ حمدي، ليه هاجر ماما؟ هو كان البوليس بيدور عليه. أبوك يعني كانت حامل، سابها وهي حامل، ساب حبه وابنه. انت عارف، قول لي مين هو، فين هو دلوقتي، هو فين؟ استاذ حمدي ارجوك قول لي الراجل ده كان مجرم. امال اختفى ليه وهجرها؟ عشان كان بيحبها. ارجوك فهمني، هي دي الحقيقه يا اشرف. هو لسه عايش؟ ايوه. انت عارف مكانه؟ ايوه. فين؟ تعال انا هقول لك على كل حاجه. اقعد يا ابني. اقعد. كل حاجة ابتدت بعد ما والدتك فقدت نظرها بسببي. انت عارف لما الواحد بيتألم ألم كبير بيبقى عايز يرمي كل مسؤولية ألامه على شخص آخر، خصوصا لو كان سنه صغير. هو والدتك كانت وقتها تلميذة في المدرسة. بعد حادثة أبوها كنت عاوز أفهمها إن بريء، إن الغلط ما كانش مني، لكن ده كان مستحيل. كان من الواضح إن من المستحيل إنها كانت تقدر تسمع مجرد صوتي. جيت اعتذر لها وافسر لها اللي حصل، ما ادتنيش الفرصه عشان اكلمها ابدا. اسمعي اسمعي من فضلك، اسمعي بس من فضلك. بس عاوز اقولك، صممت اني اقعد استناها لحد ما تخرج من المدرسه. سعيده ما تيجي معانا البحر يا ناجي؟ ايوه والله يا ناجي، بس يلا يا شيخه يلا يلا. انت لسه هنا برضه مش عاوز اتكلمك؟ انا مش عارف جرى لي ايه، ما كنتش هسمعها بتقول لي الحق مش عليك واللي حصل ده كان حادثه. انا هتجنن. يلا طيب، وايه العمل وراها؟ اوعى تسكتي. قلت لنفسي احاول مره تانيه كمان، وفكرت ان في البحر الانسان بيتجرد من حاجات كتير بيبقى ابسط.
والناس ممكن تاخد على بعض اكتر وتحبوا بعض اكتر، وانها في البحر ممكن تلين وتسمعني. عظيمة. شدي حيلك، ربنا ما بيسيبش حد. أنا كنت أفضل إني أموت. ما تقوليش كده، الواحد مننا ما بيعيش نفسه. ملياش حد. مالكيش أب ولا أم أخ. ماليش حد. أنا كنت همتحن في البكالوريا بعد أسبوعين، واحد من المدرسين وعدني بمجرد ما انجح هيلاقي لي وظيفة. كنت عاملة حسابي على الفلوس اللي سابها لي بابا تعيشني لحد ما تظهر النتيجة وتوظف. لكن وهتروحي فين بعد ما تطلعي من هنا؟ مش عارفة. الحياة قاسية يا دكتور، وخصوصا اني وحيدة وعامية كمان. حتى اصحابي تخلوا عني، كل واحد في الدنيا عنده اللي يشغله. اسمعي يا نادية، انا عندي دادة بتاعتي ست طيبة وعجوزة اسمها ام الخير، وساكنة ببيت صغير في ابو قير. تحبي تكوني معاها في مقابل انك تساعديها، وبكرة كل شيء يتصلح والحياة قدامك طويلة. أنا اللي خلقت المأساة الفظيعة دي، أنا السبب في إن نادية أصبحت تواجه الحياة وهي وحيدة وعمية. مفيش أي قوة في العالم تقدر تنقذني من عذاب الندم إلا الموت. لأ، أنا مش لازم أرتاح بالموت، لازم أعيش عشان أساعدها وأكفر عن خطيئتي. لازم أقف معاها، لازم أقف معاها وهي بتواجه الحياة وحيدة وعمية. دي ملهاش حد غيري. عندي اوض بتراب الفلوس، شايف حلوين ازاي؟ ما كانش ممكن اني ادبر فلوس، كنت لازم الاقي فلوس باي شكل. فكرت اني ابعت لاهلي في البلد اقول لهم اني محتاج لثمن كتاب، لكن بعد ما كتبت الجواب قلبي ما طوعنيش. تذكرت ان اهلي في البلد بيبعتولي بالقوه الثلاثة جنيه اللي بعيش بيهم كل شهر. مفيش غير الساعة اللي أمي باعت حلقها عشان تشتريها لي لما دخلت كلية الهندسة.
أمي حطت فيها كل شعورها نحوي وسمتها ساعة الباشمهندس. قلب الأم حيغفر لي لما يعرف القصة كلها. ساعة ذهب بخمسة جنيه بعتها أنا بثمانين قرش كأني سرق. بعت الساعة وحسيت بالقوة صحيح، وأنا ببعت كل فلوسها لنادية. كنت محتاج لعشرة ساخ لكن ما قدرتش أقرب لقرش واحد. إيه الفلوس دي كلها؟ أنت سرقت بنك. خد ابعت لي الجواب ده. الآنسة نادية الصاوي طرف الحاجة أم الخير أبو قير، هو ده عنوان. روح بس، أم الخير دي معروفة أوي في أبو قير. طب ما تيجي معايا نرمي الجواب سوا. أنا مش فاضي، لازم ألم حاجاتي عشان أعزل بكرة على أبو قير. إيه؟ أبو قير؟ أنت مجنون؟ حد يسيب أوضة جنب الكلية ويروح يسكن في أبو قير؟ طب وحدي كلها إزاي كل يوم؟ بسيطة، أنت تبقى تجيب لي المحاضرات. آه، يبقى أنا رايح جاي في القطر وحضرتك قاعد تصيف في أبو قير. ما تنساش، أنا اسمي حمادة السيد. فين الفن والخيال؟ ما أنت اسمك حمدي السيد الشناوي، يعني شلت الشناوي؟ سمي نفسك أحمد سيد أحمد. أنا بطاقية. مش وقته يا سمير، مش وقته. اعمل معروف، كفاية، كفاية اللي بنعمله. ايه مالك؟ نادية. اهلا وسهلا. ازيك يا ست ام الخير؟ ان شاء الله تسلم يا سيدي الكل. الست نادية اللي كلمتك عنها. تآنس وتشرف. جاني جواب بالمستعجل علشان جواب؟ ممكن يا دكتور؟ الله، ده فيه فلوس. مش كفاية كل اللي عملته يا دكتور؟ لا لا، الفلوس دي مش مني، ده معاها جواب اهو. نادية هانم، لا تحاولي أن تسألي عني، فأنا صديق لوالدك. لن يفيدك أن تعرفي اسمي. إنني أرسل إليك مع هذا الخطاب مبلغ بسيط. قد كنت مدين لوالدك ببعض المال. سأرسل إليك مبلغا من الدين من وقت لآخر كلما تيسر لي الحال. صديق. لسه بتقولي إنك وحيدة وملكيش حد؟ حاجة من الخير، مفيش حاجة أبدا هقدر أعملها، مفيش حاجة أبدا. معلش، محدش بيتعلم من أول مرة يا بنتي. قومي نامي دلوقتي، قومي. السرير اهو، يا دوب خطوة على شمالك. كتر ألف خيرك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حمد لله على السلامة. الله يسلمك. الأوضة بتاعتك أهي. متشكرة. مفيش حاجة يا خالة أم الخير، مفيش حاجة.
كان بيني وبينها خطوتين ومش قادر أكلمها. نادية محتاجة الواحد يلازمها باستمرار. ليه تفضل وحيدة في الظلام الرهيب المخيف اللي هي عايشة فيه؟ لكن الوقت بيزحف والامتحان قرب، فاضل شهر واحد. لكن نادية ازاي اسيبها وحدها طول المدة دي؟ ازاي؟ وازاي اساعدها؟ لازم اشتغل بالنهار واذاكر طول الليل، اشتغل واذاكر بالنهار والليل عشان نادية. سمير، حد شافك؟ جبت الشغل معاك من المهندس؟ يا اخي ارحم نفسك شوية، بقالك شهر على كده شغل ليل ونهار. انت عارف لازم اشتغل عشان اقدر اجيب فلوس لنادية. المهندس ما ادكش حاجة؟ 3 جنيه. الراجل مبسوط من شغلك قوي. ودك شغل تاني؟ بالزوفة. خد خد. لكن ازاي انت هتقدر تكمل على كده؟ محاضرات في النهار ونسخ بالليل. اخس على مخي. ايه في ايه؟ نسيت اجيب لك المحاضرات معايا. معلش، بعد ساعتين هيكونوا عندك. طب اسمع، الجواب ده تبعته من اسكندريه كالمعتاد الآنسة نادية الصاوي أم الخير أبو قير. صح. صباح الخير. خد يا أخويا حاجة تضايق. معلش يا سمير، أنا عارف إني بتعبك معايا. أنا مش زعلان عشان كده، أنا زعلان على سمعتي اللي ضاعت. الأول كنت أكبر كسلان في الكلية، دلوقتي بقيت أشتغل وأكتب محاضرات وهنجح. ووقت ما كنا بنتكلم شفنا 2 صيادين بيزعقوا مع بعض، وفهمت منهم انهم كانوا اتفقوا يبنوا مركب سوا، لكن اختلفوا. ولما كلمتهم فهمت ان واحد منهم كان بيفضل يكسب مركبه في خناقة الشبكة بدل ما يحاول يبني هو مركب ويزعل المعلم الكبير. وعمري ما كنت اتصور ان في سنة 1938 يبقى في حاجة زي كده. مفيش فرق بين المعلم حجر والإمبراطور في عصر الرومان يخليهم يصارعوا بعض بنفس الطريقة الوحشية القديمة، واللي يغلب هو اللي يستحق الحياة والرزق وهو اللي ياخد المركب. ازيك يا ست ام الخير؟ الله يسلمك يا ابني. يا ست نادية مش هنا ولا ايه؟ صحيت من بدري وخدتها على البحر وقعدتها على الطبلية في المية وجبت لها سنارة تصطاد. تصطاد؟ تتسلى يا ابني. تتسلى؟ وهي قاعدة لوحدها ولا ايه؟ ايوه. لقيتها قاعدة بتصطاد في أمان الله، وفهمت إن ما كانش فيه سبب لقلقي. قاعدة لوحدها طول عمرها هتعيش لوحدها، وكل ده بسببي أنا.
متشكرة متشكرة قوي. ما تخافيش تعالي. مشغول يطول الشوق مهما يطول، خد بالك يا ابو بال مشغول يطول الشوق مهما يطول، ومسير اللي يحب ينول ويزوق بالشوق مواويله، والدنيا بحالها تغني له هلا 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 هل هل علينا هلا 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 هل علينا. أي والله هلا هلا علينا، والخير قدامنا وحوالينا هلا 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 علينا. يا نايم الليل يا ساهي قوم وخد نوبك، قوم وخد نوبك، الفجر شقشق ولاح الرزق يا دوبك، الرزق يا دوبك، ما تقولش تعبان ما دام الحب تلاقي العافية في توبة، افرد افرد زنودك هلا 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 يا خال، هلا 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 يا خال، بالعافية وبطول البال حندوب من الصبر جبال، وحنوصل بالشوق لحبابنا وتغني الأفراح على بابنا هلا 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 علينا هلا 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 علينا. أي والله الخير كنت هغرق. تعالى يا ابني، ده انت ربنا بعتك لنا النهارده. تعالى اقعد اقعد. انا مش عارفه اشكرك ازاي. عرفك بالست ناديه، ناديه الصاوي، سحماده فندي السيد. لا Thank you.
انت ايوه ولا حاجه. سحمان افندي هنا. سحمان افندي اعمل معروف خلصني من الورطه اللي وقعوني فيها. في ايه؟ الواد جابر راح فتن عليا للمعلم حجر وقال له ده عاوز يبني مركب والمعلم بكره مش هينزلني البحر هينقطع عيشي. وايه اللي ممكن اعمله؟ تشتري لي من فتوات المعلم نصيبي في مركب. ريال اهو المزاد بكره قبل ما ننزل الصيد. بس انا عندي اربع عيال عاوز اربيهم. طيب ربنا يخليك يا رب. لا هيقفلها في وشك يا معلم حجر زي ما بتقفلها في وش الغلابه. خلي بالك منه يا سحمانة، ده راجل بطال ومفتري ولا حدش يقدر يقف قصاده. مسنود على الامير. الامير تصل في ايه يا سحمانة؟ لا دي مشاكل صيادين. انت صياد؟ لا انا موظف في المساحه، لكن الناس الغلابة دول زي ما يكونوا عايشين في مصيدة. الراجل ما يقدرش ياكل ولا يوكل ولاده الا اذا سمح له المعلم. الدنيا مليانة مقاسي، انت لوحدك هتقدر تعمل ايه؟ مش انا لوحدي بس، الصيادين مع بعض. مين ينزل ينارة؟ انا معلم. نورة، مين ينزل قدامي عشان نورة؟ مين يسحب الشبكة؟ فيش حد؟ فين الرجالة أما؟ فيش حد؟ طب مين يشتري حقي؟ مين يشتري حقي؟ مين يشتري حقي؟ واحد شلل. واحد شلل. اتنين شلن. اتنين شلن. ثلاثة شلن. ثلاثة شلن. ثلاثة شلن. أربعة شلن. خمسة شلن. خمسة شلن. ستة شلن. ستة شلن. ستة شلن. فيش حد عاوز يزود؟ ستة شلن. هات الفلوس. خد. يلا بينا يا رجال. ست الحبايب، أكبر فلوكة. أنا معلم. مفيش رجالة، مفيش حد عاوز ينزل قدامه. استنى، أمال فين رجالة؟ مفيش حد عاوز ياخد نصيبه بالدراع؟ كلكم نسوان؟ خد الشبكة يا واد، علي السعر هذا يا دنجل. ابتدي المزاد بعشرة شلم. عشرة شلم. أنا عايز خناقة، عايز أشوف رجالة بتتخانق، عايز اشوف رجاله بتخانق بعضيها عشان اكل عيشها. الراجل اللي اسمه راجل بحقه حقيقي هو اللي يسيح دم اللي قدامه عشان اكل العيش. يعني لازم لقمه العيش تكون مغموسه بالدم. لكن بتهيألي ان الحياه كلها كده، بس بتحصل هنا بوضوح وبشكل بدائي. لكن الحضاره والشعر والفن ايه دورهم في مقاومة ده كله؟ الفن. انا بفكر في ايه دلوقت واحنا عايشين في صراع مع جلادين. على شبكة عروس البحر. يلا يا معلم. مفيش فيكوا حد عاوز يتخانق؟ طب مش منزل مراكب صيد بعد كده؟ مش معقول هنقدر ناخد حاجة بريال. مين ينزل قدامي؟ فين الرجالة أمال؟ أنت؟ ولا انت؟ مين ينزل قدامي؟ انا. ما
مين يشتري حق في عروسة البحر؟ مين يشتري؟ 4 شلن. 4 شلن؟ 4 شلن. مين حيزود؟ 4 شلن. مين حيزود؟ مفيش حد؟ خد. ربنا يحميك يا ابني. كل اللي بيحصل ده ضد المبادئ السليمة للحياة، ومستحيل ان الحالة دي تستمر. لازم الصيادين يتعاونوا مع بعض، لازم يشتركوا ضد الراجل الهمج المتوحش ده لغاية ما يخلوه يجري وراهم ويترجاهم ويشعر بانه هو اللي محتاج لهم. لو انهم ما نزلوش للصيد هتبقى قيمته ايه؟ هيعمل ايه؟ اذا كانوا بيقدروا وهم في البحر يقاوموا العواصف والظلام وكل عناصر الطبيعة، ازاي يعجزوا عن مقاومة واحد زي المعلم حجر؟ ازاي؟ حماد افندي. ايوه انت لسه صاحية، مش تقومي تستريحي احسن؟ حمد افندي. ايوه انا يعني تسمح لي يعني اسالك سؤال؟ انت عارف انت عمرك كم سنه؟ 25. سؤال بارد انا عارفه، انما انت عارف اللي بيشوفه ما بيسالوش سؤال زي ده. انا تحت امرك يا نادية. انت قلت لي انك من مصر مش كده؟ ايوه. مالكش حد في مصر؟ يعني عايز اقول عيله اولاد؟ انا ماليش حد. ست ناديه ما دخلتيش تنامي ليه؟ يا لهوي ايه اللي معورك كده يا حماده افندي؟ اقعد اقعد، ما انا عارفه المعلم حجر والرجاله بتوعه الله لا يكسبك. ما قلت لك تخلي بالك من روحك وتحاسب على نفسك منه. مالك؟ في ايه يا حماده؟ حصل ايه؟ لا مفيش حاجه. لا هتاخدك مركب ولا ترجعكش يا معلم حجر. اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعه، ما ينفعش تقفوا كده. الله يزيد فضلك. اتفضل. الله. وليه التعب ده؟ دي حاجة صغيرة مش على قد المهام. هات يا طباش. أنا مش عارف أشكركم إزاي. السلام عليكم. راجل ولا كل الرجالة؟ طرح في رجالة المعلم وبهدله. ادخل.
الله. صباح الخير. اهلا اهلا. صباح النور. ازيك النهارده؟ الحمد لله. ام الخير حكيت لي على حكايه خناقه الشبكه ليله امبارح. ما بلاش يا سي حماده تتدخل بين الوحوش دول. اصلك مش فاهمه يا نادر، مش ممكن تستمر حياه الصيادين بالشكل ده. لازم يتعاونوا مع بعض عشان يقدروا يقفوا قدام الراجل ده. البحر واسع ومليان سمك لكل واحد. انت محموق قوي. انا انا اسف. بالعكس يا حماده، انا بحب صوتك وانت محموق. لكن يا حماده، لو كان المعلم ده ظالم، اللي يجبر الصيادين انهم يشتغلوا عنده؟ عشان لقمة العيش. لقمة العيش. فكرتني، فطرت ولا لسه؟ فطرت؟ أنا آسفة يا حمادة. أنت بتتكلم في موضوع مهم وأنا أصلي مش فاهمة. لكن مش الصيادين حرين يعملوا اللي على كيفهم؟ لا يا نادية. هما مش حرين أبداً. إذا ما فيش عدالة ما فيش حرية. طول ما الخوف من البطالة هو اللي بيحكم تصرفات الإنسان، مفيش حرية. اتعلمت الكلام ده منين يا حمادة؟ يا نادية، لازم الصيادين يتضمنوا ويبقوا أقوى من لقمة العيش وأقوى من الحاجة عشان يشعروا بحريتهم ويعيشوا مع بعض في حب واحترام. حمادة، أذاكر بالنهار والليل عشان نادي. لازم أشتغل بالنهار وأذاكر طول الليل. أشتغل وأذاكر بالنهار والليل. أنا مش عارف هما ليه لسه خايفين منه. البحر واسع ومليان سمك يقضي الآلاف. الصيادين هم أصحاب الحق الأول في السمك، لأنهم هم اللي بيتعرضوا لكل المخاطر. تفتكر يا حمادة إن الواحد لو يتعرض لخطر في سبيل حاجة يبقى هو صاحب الحق فيها؟ طبعا، الخطر يدي الإنسان حق. الله، لكن ليه بتسألي؟ مفيش. نادية، thank you.
اتفضل يا سي حمد افندي. انا شايفه الست ناديه اليومين دول الحمد لله اتغيرت، والبركه فيه عشان بتقعد معاها، انما انت عارف انها وحدانيه، والوحداني بتتعلق بسرعه، يعني لو جيت في يوم وسبتها قلبها هينحرق تاني. إيه وانت نيتك ايه في اللي بتعمله ده؟ ان كانت نيتك سليمه اتوكل على الله واكتب كتاب. اكتب كتابي؟ لكن هي ما تعرفنيش. ازاي سي حماده؟ يعني يمكن لو شافتني ما ترضاش بيا. يا خبر، ومين ما يرضاش بيك يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ ده انت تقعد على البساط وتختار ست البنات. قولي انت بتحبها؟ اتوكل على الله وانا هجيب لك المأذون بكره. ان شاء الله تعالى. ربنا يهديك. أنا هادي يا معلم حجر. السلام عليكم. استنى هنا، أنا سمعت إنك مقاوم الصيادين عشان الخناقة بتاعت بكرة. ما أنتش عاوز حد يشتري نصيبه في المراكب. هم اللي هيموتوا من الجوع مش أنا. أنا عندي فلوس تعيشني 100 سنة. هم اللي محتاجين لي. وإحنا هنا لا نعرف جرايد ولا كلام جرايد. وأنا هنا طول عمري عايز سلطان زماني. واللي يقف في وش الله يرحمه.
حمادة، حمادة، دم برضو سيديني حمادة. دي حاجة بسيطة، لكن الحيوان اللي اسمه حجر لا يمكن ينفذ بأعماله دي. أنا هبعت لك جرايد في مصر. أنا مش عايزة أقول لك ابعد عن الموضوع ده يا حمادة، عشان أنت مقتنع إنك بتساعد ناس مظلومين، لكن يظهر إني إنسان متعب. صحيح يا نادية، أنا آسف. بالعكس يا حمادة، أنا سعيدة قوي طول ما أنت جنبي. شعرك لونه إيه؟ المهندس خلص الشغلانة اللي كانت في ايده وما بقاش عنده شغل تاني للناس. على كل حال انا هبقى الاقي لك اشغال تاني. تبنى حلال يا سمير، خد بقيت الحساب. 4 جنيه بس. وناوي تعمل ايه بعد كده؟ انا لازم الاقي شغل هنا في ابو قير عشان افضل دايما جنب ناديه. انا فكرت اشارك المعلم طباشه في مركب، يمكن ربنا يسهل. ايوه، عشان وشك يتلخبط خالص المره دي بقى. هعمل ايه؟ اهو طباشه يصطاد وانا اتخانق، يمكن ربنا يرزقها. يلا بينا. على فين؟ انت تروح على الكليه وانا رايح اشوف ابو طباشه شيخ الجامع. أب على فكره مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك. ما تنسيش اللي قلت لك عليه، ويستحسن ان ناديه ما تعرفش دلوقتي. حاضر. وتبقي تقولي للاستاذ حماده ان احب اتعرف عليه. حاضر. رايحه مشوار خلاص. متأخريش عليا يا مدير. ما شفتوش حماده فندي والنبي؟ بيتكلم مع الشيخ هناك عن الصيادين. سحمادة فندي، الدكتور صبري كان هنا وقال انه ممكن يعمل عملية لست نادية وتفتح. صحيح يا ام الخير؟ صحيح؟ ايوه النبي، وقال انها هتتكلف 30 جنيه والست نادية مش عارفة. ليه؟ الدكتور مرضيش يعشمها لحد ما تتدبر المصاريف. طب اسمعين انت، هبقى ارجع لك تاني. ازاي اقدر الاقي كده تاني؟ لازم انقذ نادية من الظلام اللي هي فيه.
لازم أكفر عن الخطيئة اللي ارتكبتها. لازم نادية تفتح. لكن لو فتحت وشافتني هتعرف إن حمادة اللي حبته هو حمد الشناوي اللي تسبب لها في كل المصائب. لكن لازم تفتح، لازم تفتح، لازم ألاقي طريقة، طريقة أجيب بيها فلوس. لازم. مش خايف من حد، أنا هتخانق. لا أعتقد أن في استطاعتي بعد الآن أن أرسل إليك نقود، لأنني سأرحل بعيدا. سامحيني وأرجو لك التوفيق صديق.
حمادة، مالك يا حمادة؟ ولا حاجة. حمادة، أنت قول لي حمادة، مالك؟ مالك يا حمادة؟ ما تعذبنيش حمادة. ما فيش حاجة يا روحي، أنا ببكي من الفرحة. الدكتور صبري قال إنه ممكن يعمل لك العملية وتشوفي. صحيح حمادة، هشوف. أيوة. ليه ما قلتليش قبل كده يا حمادة؟ أصل الدكتور قال لي إن العملية محتاجة 30 جنيه، ودلوقتي وصل جواب عشانك من صديق والدك اللي بيبعت لك الفلوس، وفي 30 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. بكرة يا حبيبتي تروح أنت أم الخير للدكتور صبري في المستشفى عشان يشوف إجراءات العملية. وأنت مش جاي معايا يا حمادة؟ أنا عندي بكرة مهمة لازم أقضيها. حمادة حمادة هشوفك حمادة. باشا توفى يا فندم. توفى؟ وغفل. أخدت منهم 30 جنيه. اقبض على الراجل ده. مش لازم أي حد يشوفه. حياتك لا تاخذ 10 سنين على الاقل. طباشا مات، لكن موته كان انتصار. واحنا في الطريق لقيت المعلم حجر بيتقاسم مع الصيادين، لكن لاول مره لقيت الصيادين بيطلبوا بحقهم من المعلم والفتوات بتوعه، ودي الحاجة اللي كنت عاوز أشوفها من زمان في الصيادين، الثورة على الظلم والاستعباد. سبت نادية وحرمتها من حمادة، الشخص الوحيد اللي حبته من كل قلبها. وانت بتلوم نفسك؟ انت سرقت عشانها، ودخلت السجن عشانها، وخطرت بمستقبلك عشانها. انا مش فاهم يا زعلان منك ليه. لانها مش عارفة الحقيقة. ما قلتلهاش ليه؟ مش عارف يا أشرف، خايف أصدمها بأنها اتجوزت راجل بتكرهه. كنت جبان. أنت جبان؟ أنت أشجع واحد. أنت أبويا.
بس واحده للشهاده دي هتعرف انك انت الصديق اللي بعت لها فلوس العمليه. اصلها باين انها قرت الجوابات مليون مره. طب وبعدين؟ وبعدين قلبها هيحن وهتسامحك. طب واذا عرفتني من صوتي قبل ما تقرا الشهاده؟ لا انا هخش قبلك واعمل لها شويه قلبانضه وانت تستناني في العربيه لحد ما اشاور لك. ادي احنا وصلنا. اركن قدام شويه. اديني شهاده. تفتكر الحكايه دي هتنفع؟ ما تخافش عليا. اسال يا اشرف. يا الحمد لله على السلامة يا أشرف. الله يسلمك. ايه عملت ايه؟ اتأخرت ليه يا أشرف؟ أنا اتكسفت كسفة وأنا في مصر. ليه يا ابني؟ استني لما أحكي لك، اقعدي. شوفي بقى يا ستي، كنت قاعد أنا وهو كده زي أنا وأنت دلوقتي. كنا قاعدين في بيته، قصدي في مكتبه. وبعدين سألني إيه اللي جابك دلوقتي؟ ما اتجرأتش أقول له. فطلبت منه انه يكتب لي شهاده باني اتمرنت عنده، فاديها لي. وعشان اقعد لموضوع الماضي قلت له ليه ما قلتليش انك سرقت ودخلت السجن؟ لكن يا اشرف هو ما نكرش، انما بص لي بنظره واحد مجروح وقال لي حتى انت يا اشرف. ولكن لما خدت الشهاده في ايدي وشفت خط ايده كنت عايز الارض تنشق وتبلعني. ليه يا اشرف؟ ليه؟ شوفي شوفي الخط المكتوب بالشهاده. قولي لي، مش قبل ما اروح مصر وريتيلي جواب من الجوابات القديمه اللي كان بيبعت فيها فلوس؟ المفروض صاحب جدي ولا شوفي مين. عارفه الصديق ده يبقى مين؟ بصي بصي كويس، شوفي الخط ده والخط ده. الراجل اللي كتب الشهاده دي هو اللي كتب الجواب ده. حمدي اتسجن عشان يجيب لي 50 جنيه، اتسجن عشان تعمل العمليه وتفتحي، اتسجن وكان ممكن يضيع كل مستقبله عشان خاطري، اتسجن عشان كان بيحبك. دي اكبر تضحيه ممكن يقدمها راجل لاي ست. دي تضحيه عظيمه، تضحيه ما تتصورش. تضحيه ما يقومش بيها الا فنان كبير، انسان كبير. وانا اللي كنت بلومه وكنت بقول عليه حرامي. سامحيني يا ماما، ما تعيطيش، كله يصلح. ازاي؟ انا عزمته تتغدى معانا. امتى؟ دلوقتي، زمانه جاي دلوقتي. عثمان طلع لحمه من الثلاجه. الأستاذ حمدي وصل يا ماما. الحمد لله جت سليمة المرة دي. بلاش نتكلم عن الماضي، اللي فات مات. قلت اللي فات مات. لا يا أستاذ حمدي، اللي بيفوت ما بيموتش.
مش شايف انا اتغيرت ازاي؟ لا يا نادية هانم، انت زي ما كنت من 20 سنة تمام. العينين هي هي، والمشية هي هي، والضحكة هي هي. السنين اللي فاتت ما غيرتش فيكي حاجة. الساعات بتبقى أيام، والشهور هتبقى سنين، وبرضه هتفضلي زي ما انت جميلة، لأن الجمال يا نادية بينبع من القلب.